المزيد من النقاش بينضم إلينا عبر الهاتف دكتور نبيل رشوان المتخصص في الشؤون الروسية، ومن موسكو عبر سكايب ينضم إلينا دكتور عمار قناة أستاذ العلوم السياسية. دكتور عمار أبدأ مع حضرتك، طبعا برحب بكم معي في هذه الجولة الإخبارية. دكتور عمار أبدأ مع حضرتك من موسكو، هذه الزيارة تأتي في توقيت مهم جدا بعد فترة قليلة جدا من زيارة سيرجي لافروف إلى منطقة الخليج، ويبدو أن هناك توجه روسي عربي في الفترة القادمة، دلالة التوقيت وأهمية الزيارة بالنسبة لموسكو. تحياتي لكم سيدتي الكريمة. نعم، يعني التوقيت هي مسألة مهمة، وقد أشرتم إلى الزيارة الخليجية، واليوم يعني نراها الزيارة إلى يعني مصر، ومصر يعني هي من الدول الأهم في الشرق الأوسط، والدول التي تلعب يعني الدور المحوري تقريبا في كل القضايا التي تتعلق يعني أو تربط روسيا في الشرق الأوسط، ومن ثم يعني إلى إيران. باعتقاد يعني أن هذا التوقيت يعني جاء بناء على يعني السياسات الأمريكية الغير يعني واضحة تقريبا بعد يعني قدوم إدارة بايدن إلى المتحدة، وأيضا يعني توتر منظومة العلاقات الدولية بشكل كامل، وناهيك طبعا يعني عن تداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، وأيضا يعني إعادة يعني النظر والتعقيدات في أكثر يعني من أزمة ترتبط فيها الشرق الأوسط، منها يعني سد النهضة، منها أيضا يعني الملف النووي الإيراني. فلذلك يعني هذا هو التوجه، هو كان يعني في السابق ولكن نراه اليوم هو يكثف، وخاصة يعني مع الدول التي تربط روسيا بعلاقات يعني استراتيجية، والعلاقات الروسية يعني المصرية هي اتسمت يعني في المرحلة الأخيرة في عمق يعني، باعتقاد أنها يعني ممكن نعتها بالعلاقة يعني الاستراتيجية. نعم. اليوم. نعم. وذلك أن نعم. دكتور عمار اسمح لي أذهب إلى أيضا دكتور نبيل رشوان، نشركه في الحديث معنا. دكتور نبيل رشوان المتخصص في الشؤون الروسية، أرحب بك مرة أخرى دكتور نبيل، وأخذ من كلام الدكتور عمار وأنقل لحضرتك فيما يتعلق بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين. مصر بالنسبة لروسيا هي دولة مهمة وفاعلة في الإقليم، وروسيا بالنسبة لمصر حتى كما صرح الوزير سامح شكري عضو دائم في مجلس الأمن، دولة مهمة جدا وفاعلة في الملفات الدولية. كيف من الممكن أن تكون هذه الزيارة مهمة لكلا البلدين؟ طبعا بلا شك روسيا تبحث أيضا عن حلفاء وشراكات استراتيجية في منطقة الشرق الأوسط. روسيا غابت لفترة ليس قليلة عن منطقة الشرق الأوسط، خاصة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي والأزمات الاقتصادية التي عاشتها روسيا، ومن ثم فإن يعني عودة روسيا إلى المنطقة سواء في الملف السوري أو الملف الليبي أو الملفات الأخرى أو الملف الفلسطيني أيضا، كل هذه القضايا روسيا تعتبر شريك وشريك أصيل، خاصة وأن الإدارة الأمريكية الجديدة لم تتخذ أي إجراء من الممكن أن يلفت الأنظار إلى سعيها لحل مثل هذه الملفات المتراكمة منذ يعني الإدارة الأمريكية السابقة والإدارة الأمريكية الجديدة لم تتخذ أي إجراءات، وروسيا تمسك بيدها الكثير من خيوط اللعبة في الشرق الأوسط، وخاصة يعني الملف السوري والملف الفلسطيني والملف الليبي، فهي بلا شك يعني من الممكن أن تلعب دورا مهما جدا. وأريد أن أشير إلى شيء مهم للغاية، أن الزيارة جاءت في فترة كان هناك ربما أتصور هذا نوع من يعني الفتور، أو بدأ البعض يتحدث عن أين روسيا. الزيارة جاءت في هذا الوقت، فبلا شك أنها ستحرك الكثير من المياه الراكدة في العلاقات بين مصر وروسيا، خاصة في ما يتعلق بالعلاقات الروسية المصرية، والتي يعني إذا أخذنا منهم مشروعين مهمين جدا بين مصر وروسيا، منطقة صناعية في شرق قناة السويس، والمسألة الثانية هي مفاعل الضبع النووي. بلا شك هذين ملفين غاية في الأهمية، وهذين الملفين كفيلين بأن يجعل الشراكة بين أي دولتين في العالم إذا كان بينهما هذين الملفين يعني أن يكون العلاقات على أحسن وأفضل ما يرام. وأنا قرأت تصريح للسيد وزير الخارجية الروسي أنه الطيران العارض أو الشارتر
سيستأنف في القريب العاجل إن شاء الله. إن شاء الله. طيب دكتور نبيل، اسمح لي أذهب لي دكتور عمار أيضا. دكتور عمار، يبدو أن هناك رغبة من الجانبين بالتأكيد، بكل تأكيد، ولكن أتحدث هنا عن الجانب الروسي في تعزيز العلاقات الروسية المصرية. يعني إلى أي درجة بترى روسيا أنه مصر دولة مهمة بالنسبة لها في القضايا الإقليمية، تتفق معها في الكثير من الرؤى، خصوصا في القضايا الساخنة في منطقة الشرق الأوسط؟ يعني نتحدث عن روسيا، نتحدث عن ليبيا، ونتحدث عن فلسطين، وهذه الدول أو هذه الأزمات والصراعات بتتفق فيها الدولتان. سيدتي الكريمة، يعني كل الملفات التي ذكرتيها، يعني فعلا الطرف يعني المصري هو الطرف الأساسي يعني في كل هذه الأزمات في الشرق الأوسط. وروسيا أيضا تعتبر شريك، يعني شريك استراتيجي أولا لمصر، يعني وكانت هذه العلاقة يعني ممكن تاريخيا هي يعني اتسمت بهذا يعني الوصف. واليوم باعتقادي أنه لا استغناء يعني عن هذه العلاقات، وذلك يعني في محاولات لإيجاد يعني حلول لهذه الأزمات. ولكن يعني أهم ما في الأمر باعتقادي أنه ما يربط روسيا اليوم يعني والدولة المصرية، وهو التوافق الكامل على مسألة يعني استقرار منطقة الشرق الأوسط، وعدم الزج بها يعني إلى صراعات عسكرية أو ما شابه ذلك. فهنا تلتقي يعني المصالح الاستراتيجية والجيوستراتيجية أيضا في نفس الوقت. فلذلك يعني اليوم هناك نرى تفعيلا جديدا يعني وطرحا جديدا حول القضية الفلسطينية مع اقتراب يعني الانتخابات الفلسطينية، وذلك يعني بإدخال الطرف العربي كعضو يعني في الرباعية. هذه مسألة باعتقادي يعني انها من اهم يعني النقاط التي يعني تم نقاشها. المسألة الثانية ايضا يعني الملف السوري، والذي نرى انه يعني المعسكر الغربي يعني ينظر اليه يعني باعتقادي انه لا مبالاه، وذلك ان يعني المعاناه تستمر، وايضا هناك يعني الارهاب الدولي مستمر لغايه هذه الفتره. فهذه يعني التوافقات اليوم يعني تقترب المصالح اكثر باكثر بالنسبه ما بين يعني روسيا ومصر، وضمن يعني المعادله الكامله، وهي يعني استقرار منطقه الشرق الاوسط والتوجه الى الحلول السياسيه والابتعاد عن عسكره الازمات. اذهب الى الدكتور نبيل. دكتور نبيل، أسألك عن جزئية مهمة متعلقة بملف العلاقات الثنائية. يمكن حضرتك أشرت منذ قليل إلى أنه هناك يعني جزئين مهمين جدا في العلاقات الثنائية بين البلدين، لكن عايزة أركز مع حضرتك على ما يمكن أن تقدمه روسيا إلى مصر في الفترة الحالية، خصوصا أنه الوزير سيرجي لافروف تحدث عن مشروعات مهمة جدا، يعني عبر عن إعجابه بالمشروعات المصرية، وأيضا عبر عن رغبة روسيا في المشاركة في المشروعات المصرية، خصوصا في قطاع البنية الأساسية وما يتعلق بالنقل والسكك الحديدية. طبعا بلا شك مصر حاليا تشهد نهضة عظيمة جدا في مسائل البنى التحتية، وأي دولة في العالم بلا شك بالنسبة لها أنها تساهم في هذه النهضة، ده شيء مهم جدا. الاتفاقيات مع روسيا فيما يتعلق بالسكة الحديد، سواء تجديد الطرق طرق السكة الحديد أو العربيات القطار، وهو أمر متفق عليه مع روسيا، وبالفعل بدأت تتوارد هذه العربات، الجرارات أيضا، كل هذا يعني روسيا أيضا دولة. أنا أريد أن القول أن روسيا أيضا لديها خطوط سكك حديد ضخمة للغاية. روسيا 17 مليون كيلو متر مربع، وهذه المساحة الضخمة السكك الحديد تلعب يعني فيها دور مهم جدا، ومن ثم الخبرة الروسية في هذا الأمر يعني غاية في الأهمية. روسيا من الممكن أن تلعب دور هام جدا من خلال مراقبة مسألة هطول الفيضانات وتصريف سد النهضة إذا كان عن طريق الأقمار الصناعية، ومن الممكن أن تزود مصر بهذه الصور الفضائية من الأقمار الصناعية. من الممكن جدا روسيا أن تنحي الكثير من الخلافات فيما يتعلق أيضا سد النهضة. روسيا أيضا لها علاقات جيدة كما قال الوزير سامح شكري
لها علاقات جيدة سواء بأثيوبيا أو بالسودان أو بمصر. نعم، مع الدول الثلاث. طيب أذهب في هذه الجزئية تحديدا للدكتور عمار. دكتور عمار، يعني هناك ربما اعتماد أو تعويل من الكثير من الدول في المنطقة على الجانب الروسي أو الدور الروسي المهم في الأزمات والصراعات، لكن الوزير سيرجي لافروف كان واضح في سؤال بعض الصحفيين له عن ما يحدث في المنطقة، خصوصا عن بعض الدول كلبنان مثلا، وهو ذكر أنه الحلول كلها تأتي من الداخل في هذه الدول. روسيا مجرد أنها تقدم أطروحات أو مبادرات، ولكن لابد أن تأتي الحلول في من داخل الشعب اللبناني، من داخل الطبقة السياسية اللبنانية، يعني لبنان هنا على سبيل المثال. كيف تنظر إلى هذه التصريحات؟ هل هذا معناه أن روسيا لا تريد مثلا أن تتدخل في بعض القضايا في المنطقة؟ سيدتي الكريمة، هذا يعني ما اتسمت فيه ممكن القول يعني السياسة الخارجية الروسية، وهي عدم التدخل والمحاولة لعدم تدويل الأزمات لما يعني عليه من تبعات كثيرة في المستقبل، وتشديد للأزمات وأيضا للتوظيفات السياسية للدول الإقليمية وللأقطاب الدولية. روسيا كانت تسعى يعني دائما لإيجاد الحلول الداخلية، يعني اللبنانيون يجب أن يتفاهموا فيما بينهم، ومن ثم ممكن يعني طرح مبادرات، لكن ضد التدخلات والتي هي يعني مبنية على الخبرات، يعني التدخلات الأوروبية والتدخلات الأمريكية في أكثر من يعني من ملف، ولم تكن هناك يعني ملفات دولية ولم تكن لها حلول، ولكن كانت فقط يعني استخدامات وتوظيفات سياسية، وجعل هذه الأزمات كأدوات سياسية لضغط أو لكسب بعض المصالح السياسية. فمن هنا يعني جاء هذا التصريح اليوم، يعني تصريح الوزير، وهو تعبيرا عن السياسة يعني الكبرى لروسيا في التعاطي مع جميع الأزمات. هنا ممكن التنويه يعني في عجالة، يعني أن روسيا هي تسعى يعني للمنظومة الجيوسياسية القادمة للتعددية، مع احترام يعني احترام الدول الأخرى واحترام المصالح، يعني المصالح المتبادلة ما بين الدول، وهذا اليوم الذي يشكل المعضلة، يعني المعضلة في التعاطي مع الطرف مثلا الأمريكي، أن هناك لغاية اليوم يعني هم من يرون يعني نفسهم أنهم هم الحل الوحيد وهم من يطرحون الحلول، فإذا لم يكن الحل أمريكيا فإذا هناك أزمة، وأزمة ممكن أن تتطور عسكريا. فلذلك الطرح يعني الحل الداخلي هو المفضل بالنسبة لروسيا، ومن ثم مبادرات أو خارطة طريق يعني ممكن، وبتفعيل يعني القانون الدولي واللجوء الى يعني المؤسسات الدوليه لحل الازمات الاقليميه والدوليه ايضا. دكتور نبيل، اسمح لي في الجزئيه الخاصه بصيغه 2+2 تحدث عنها الوزيران الحقيقه، وهي صيغه مهمه جدا، وحتى انه الوزير سامح شكري قال انه خلال هذا العام أو قبل نهاية العام ستتم عقد دورة جديدة من هذه الصيغة أو الآلية. أهمية اجتماعات وزيري الخارجية والدفاع للبلدين وانعكاس هذا على الأمن والاستقرار في المنطقة. هو طبعا بلا شك صيغة 2+2 دي صيغة عادة روسيا بتقترحها، أو حتى في العرف الدبلوماسي بتكون مقترحة للدول المقربة. يعني روسيا ما عملتش هذا الموضوع خارج حلف وارسو غير مع فيتنام أثناء الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية. وعادة ما تحدث اجتماعات صيفية ستوية، اجتماع في العاصمة مثلا المصرية وثم اجتماع في العاصمة الروسية لتنسيق المواقف على الساحة الخارجية وتنسيق المواقف على في المجال العسكري أيضا، يعني كل دولة بتنظر للمسألة من جانب إذا هناك تحديات خارجية، إذا ما كانت مصر تحتاج إلى بعض يعني الأمور العسكرية أو حتى الاستشارات العسكرية، أو روسيا على الجانب الآخر محتاجة لأن تنسق مثلا في السياسة الخارجية مع مصر، أو روسيا ما يعني لها مثلا وجهة نظر في هذا النزاع أو ذاك أو كذا. يعني هذه مسألة بتجعل الدولتين يعني أيديهم على نبض الدولة بعضهم البعض فيما يتعلق بالقضايا الدولية ومسائل
الأمن الدولي على مستوى العالم. نعم، أنا بشكرك جزيل الشكر دكتور نبيل رشوان المتخصص في الشؤون الروسية، وأيضا من موسكو بشكر ضيفي دكتور عمر قناة أستاذ العلوم السياسية، شكرا جزيلا لكما.